من الردود المسكتة التي تدل على فطنة المسؤول ما روي من أنه لما أدخل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملك وهو موسق في الحديد ازدراه ولم ينظر إليه وكان دميما، وقال له: ما رأيتك اليوم قط، لعن الله امرأ أجرك رسنا وحكمك في أمره. فقال: يا أمير المؤمنين، ازدريتني لما رأيتني والأمر عني مدبر، ولو رأيتني والأمر علي مقبل لاستعظمت مني ما استصغرت، ولاستجللت ما استحقرت. فقال سليمان: صدقت، سكلتك أمك، اجلس. فجلس فقال له: عزمت عليك يا ابن أبي مسلم لتخبرني عن الحجاج، أتراه يهوي في نار جهنم أم قربها؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تقل هذا في الحجاج، وقد بذل لكم النصيحة وأغفر دونكم الذمة وأمن وليكم وأخاف عدوكم، وكأني به يوم القيامة على يمين أبيك ويسار أخيك الوليد، فاجعله حيث شئت. فأسكته.